بالنسبة لنا كجهة، الخبر الأول اللي يمكن نقوله في هذا الاتجاه هو أنه هذا يعني الدعم والمساندة ديال هذا المشروع كان من ربما هو أول ملف سنوقعه كجهة جديدة، واللي وقعه السيد الرئيس مصطفى باكوري اللي كما تعرفون هو ولد مدينة المحمدية وعنده اطلاع جيد على كل البنيات ديالها الثقافية. وكانت المتابعة ومناسبة باش نحييه المكتب بالنسبة لنا احنا في الجهة، لقينا واحد المخاطب جيد، الناس ضابطين شغالهم جيدا، عارفين فين غادي يمشيو بالتنس. اليوم يعني كاين واحد التأهيل كبير رياضة التنس عن طريق النادي، واللي اعتقد انه غيوضع المحمدية في واحد المصاف عالي. وانا سعيد بانه هذا مشروع يمكن الاول من نوعه في الدائرة العربية والدائرة شمال افريقيا، وثاني ربما مشروع مشابه له في افريقيا من بعد ديال جنوب افريقيا. فهذه الاشياء كلها بطبيعة الحال كتبشر بالخير وكتعطي واحد امل في ان تعود مدينة المحمدية بالفعل مدينة الرياضات النبيلة والزهور. لا اعتقد انه اللي تمعن في البنية والمشروع اللي كاين ويشوف النسبة اللي غادي تشملهم يعني التكوين سيرتو في الجانب ديالو رياضة وتعلم أو تمدرس، أعتقد أنه غادي ينتبه بأن القاعدة ديال المستفيدين ستتسع، وأعتقد أن هذه دمقرطة بالنسبة لسكان المدينة واللي تفتح بالفعل واسعة. وقد ما توسعت هذه يعني الملاعب ديال التنس قد ما كانوا وليدات المغاربة أكثر باللي ممارسة، وبطبيعة الحال كتلعب عناصر كثيره، هو انه كيف نقف جميعا يعني كجهه كمجلس مدينه ايضا كقطاع وصي من اجل ان تكون بالفعل رياضه اكثر شعبيه. واغتنموا الفرج بالحسب كل صدق، هذه فرصه باش انه شباب المحمديه يبين بان هناك مواهب وهنا كاينه فرصه وكاين بنيه بطبيعه الحال لاستثمار المواهب. اعتقد انه سيكون مفيدا جدا ان الشباب ينخرط اكثر وشعبيه.